في ساعة الشدة تبين الأجاويد ويظهر بوقت الضيق راع الشهامة. في ساعة الشدة تبين الأجاويد ويظهر بوقت الضيق راع الشهامة، ومن عود اليمنة على الطيب تعويد يفرض على كل الوجوه احترامه، يفرض على كل الوجوه احترامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم في هذه الحلقة المباشرة وما قبل الأخيرة لهذا العام 2018، ولربما قد تكون ما قبل الأخير أيضا للبرنامج إن لم يتداركه العقلاء ومجلس الإدارة من باب العناية والرعاية. قبل الترحاب بالضيف يا جماعة الخير صلوا على النبي الله حيهم. على السريع تحية وألف للشيخ حج عباس آل بابور، ذلكم الرجل الذي فتح داره وفتح منظمته للنازحين، صاحب منظمة مبادرون للعطاء وللحب حقيقة. كنا في ضيافته قبل أيام مع الدكتور علاء الجبوري، وكنا باحتفاء حقيقة العودة الميمونة للشيخ أبو سلام. حي الله الشيخ أبو سلام مبارك الفرحان الناصر، الله حيه الله حيه. كان في رحلة علاج إلى تركيا، وقد قال فيه رمضان على سليمان الأبيات المشهورة والمعروفة: خير الأجاويد تمشي بلا رسن وعذار. يلا حيهم يلا حيهم، فحمد لله على السلامة. وكان ذلك اللقاء الجميل ببيت الشيخ أبو هاني، حي الله عنا البوابر الخميسات وكل المحبين. أيضا حمد لله على سلامة الشيخ والحاج حقيقة صالح الجاسم الصالح، الله حيه. أيضا كان في رحلة علاجية في إيران ورجع إلى أرض الوطن سالم غانم، فحياهم الله. تحية وألف للشيخ أبو شهد أحمد العبدالله الروضان، الذي أنصفه مجلس رئاسة الوزراء وأنصفته المحكمة الاتحادية للموظفين حقيقة بعد أن فصل ظلما من وظيفته قرابة 4 سنوات. اليوم رجع معزز مكرم، وهو من المهندسين الأكفاء ومدير عام لشركة الحظر لسنوات عديدة، وله بصمة واضحة في تاريخ الإنجاز والإعمار. فحي الله الشيخ أبو شهد أحمد العبدالله الروضان وكل المحبين. أيضا حقيقة عزائنا لهن النميصة، عزائنا لهن النميصة بوفاة الحاج محمود بن عبد الله الظاهر، محمود بن عبد الله الظاهر أبو الصادق، الخلف بروسكم يهن البغزات، ونسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته وأن يغفر لنا وله إن شاء الله. شكر وعرفان حقيقة لأهلنا القضاة هنا في إقليم كردستان، للقاضي سكران صابر أمين، هذا اللي تابع برنامج خيمة وقصيد وتراحيب عن كثب وتعجبه البرامج العربية والبدوية. فتحية وألف لمجلس القضاء هنا في إقليم كردستان، ومعه القاضي خلف الجبوري، القاضي خلف الجبوري أبو لؤي، واللي هو أيضا رئيس محكمة استئناف الشرق الأوسط هنا لحقوق الإنسان. وأحسب أنهم يتفهمون قول الشاعر: إذا خان الأمين وكاتباه وقاض الأرض أسرف بالقضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاض الأرض من قاض السماء. واليوم ما شاء الله الأمن في إقليم كردستان نتيجة القضاء العادل، وأنهم لا يتدخلون في شؤون الجيش وفي شؤون الأمن. زيارة ميمونة اليوم في أربيل المحبة والسلام للقرايب والعمام والخوال، الله حيهم، شمس الحماش وأبو غسان وأبو بشار والمحبين حقيقة والجمهور اللي تابعنا الطويل والعريض. حتى نأخذ التصاوير على السريع، سيد المخرج موجود التصاوير، مقطع الفيديو موجود للصور الزيارة الميمونة اللي زارها الشيخ ماجد الساعدي، تمام استاذ؟ شيخ استاذ حسام انا ما اسمع الصوت، لكن زيارة الشيخ ماجد الساعدي حقيقة لأهله وأعمامه في القيارة مع أهلنا الجنوب، اليوم محتاجين أن تكون هناك يعني حلقات وصل جسور، أن تكون هناك حلقات وصل ما بين العشائر العربية، الشمال مع الجنوب والوسط مع الشرق، مثل ما كاكش يا إخوان اليوم في البصرة، اليوم نشوف ماجد الساعدي أيضا في الموصل وفي الأنبار وفي أربيل وفي كل مكان. فهذا الاحتفاء وحقيقة الاحتفال اللي احتفلوا به أهلنا مشايخ اللزاقة هناك عند الشيخ أبو أحمد عبد السلام الحماش باستقبال الشيخ ماجد الساعدي، والجولة الجميلة اللي تجول بها في القيارة، الجولة الجميلة التي تتجول بها في القيارة والحود مع الأقرباء. الصور موجودة يا سيادة المخرج،
اها هذا التصاوير. حي الله دكتور اللواء جاسم القصمي، حي الله ابو زيد، حي الله ابو احمد، حي الله الشيخ ماجد الساعدي ابو ميثم، حي الله شمس الحماش، حي الله المحبين حقيقه حج سليمان، حي الله ابو ساره اهل الطابور، يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم وكل المحبين. التحيه طبعا ايضا للشيخ ابو شيماء اللي لم يأل جهدا في تقريب وجهات النظر ما بين العشائر العربيه وغيرها وكل العمام والقرايب، حقيقه اليوم احنا محتاجينها. والشكر موصول للدكتوره فتوح ايضا في كملة الصور. أجمل ترحيب يليق بضيوف أمسية هذه الحلقة الذين وفدوا لبرنامج خيمة وقصيد لأول مرة، وأحسب أن جمهورهم الطويل والعريض بانتظار إبداعاتهم ورسائلهم الجميلة التي سوف يوصلونها للناس كل الناس، ومعهم كوكب من المحبين خلف الشاشات والكاميرات. يلا حي حمد السبعة، والله حي الله حي الله حي من السبعة، يا حياكم يا بياكم يا طبتم طاب ممشاكم، الله حيكم الله حيكم. حي الله نباك ابو فرقان، واحنا نشكركم على هذه الدعوة، وان شاء الله نكون خفيفين الظل عليكم وعلى المشاهدين وعلى كل الاصدقاء، وان شاء الله طلة جميلة بداية رأس السنة. يا سلام، يا حياكم يا بياكم، من زمان متواعدين بالحلقة هذه. أي والله. لكن اليوم إن شاء الله تؤتي أكلها حتما وثمارها. الحمد لله. حي الله أيضا صاحبك ورفيجك والشاعر المتألق اللي شاركنا لأول مرة، أيضا الشاعر ميثم حديد العبيدي، يلا حيو يلا على رأسي أبو فرقان، تحيو الدوم، بارك الله بيك. طبعا لي الشرف التواجد بديوان خيمة وقصيد لأول مرة، وإن شاء الله أيضا نكون خفيفين الظل عليكم، وإن شاء الله نسعد جمهورنا وتصير حلقة حلوة وجميلة ويتمتعون بها إن شاء الله. الله حيهم. المفروض معاكم أبو اليمامة وعدد والله من المحبين، لكن إن شاء الله هذا البداية وليست النهاية إن شاء الله. إن شاء الله. لمن هم خلف الكاميرات ليث العلم وعماد العبيدي وحقيقة مصطفى الرملي الكاتب والأديب، وصلنا منه الآن، يعني ما أقدر أنطيكم رأي بالكتاب لأنه وصلني للتو، هو عنوان نساء الله، أحسب أنه يعني نصوص، يبدو أنها نصوص شعرية، أو إلى الأستاذ والإعلامي فهم الجبوري أبو فرقان مع كل الحب والتقدير. شكرا أستاذ مصطفى على هذا الرسالة الجميلة وعلى هذا الكتاب القيم، إن شاء الله نستفاد منه، وهو في باكورة عمره لكنه له إبداع الكتابة، وما دام أن هناك الرملي وما أدراك من الرملي، أهل الروايات والكتابات الجميلة سلوك الحرير، فحتما سوف يكون للكتاب وأنواع الكثير الكثير. أحسب أن الجمهور بانتظار قصايدكم يا أخوي حمد السبعاوي، وش عندك من رسالة من محبة من سلام، وما على الخير تخير كما تقول العرب. حياكم الله جميعا. طبعا راح أبدي بداية مختلفة. يا سلام. عندي قصيدة، قصة وقصيدة. قصيدة الأصدقاء. أنت بالقصص وتوثيقها بالقصيد رائع. إن شاء الله إن شاء الله. يقول لك شاب عنده أصدقاء اثنين زين ما يفارقون، إذا يفارقونه ثلاثة أيام أربعة أمه تقول له أخوتك وين؟ الله. شاءت الأقدار تركوه. بعد فترة صادفهم مكان فقال لهم تلاقينا وعرفوا قلوبكم، والله مو ذيك الصدور اللي بالهل احترت، تغير لونكم من شفتوا انا بخير، من ضحكة سنون قصصكم اصفرت، ثلج جفوفكم وبحضن شاي الآب، شلون اكمل لسنكم بالحيا انجرت، المصافح المصافح يبين بالخشب مرات، عوشية ابويا من الهل اخضرت، ربع شمالكم مو كنت ادير الروح، بكثر ذيك الصدور اللي بالعسر درت، اغيب وكانت ام تخجل الترحاب، الهل من امي ملح بوجوهكم ذرت، أعمى أعمى وكنت أحس وجودكم بالبال، الله. وشم ريحة إبلكم لو علي مرت، مو يعقوب بس أنا منخا وإنسان، أشد ظهره وطف النار اللي احمرت، الله. تطعنوني تطعنوني وقنع بالظهر خوان، أقول للنية بيضة الدنيا لسمرت، الله. واضحك ما أسولف بيكم الشمات، رغم منكم سوالف بالقفن شرت، الدنيا الدنيا تدور بس انا شهم تدرون،
يظل طبع شمس مهما الكرة افترت. عثرة الخيل نعمة تميز الصحبان، تعرف العين تبشو تقرأ الانسرة. النبي النبو الماي هم خوة بكل ما بيها معنى والصحبة بكل ما. النبي النبي والماي هم خوة بكل ما بيها معنى والصحبة بكل ما. يونس يونس من غرق مرة بك الماء وشو مرحوته لأن بالع خويه. شوك الرفاجة أبد ما يوم صحباني، بعشرة هواهم مواقف طيب صحباني. رغم انجفوني وحقد بالروح صحباني، لكن اجدامي تخط للدار تاعدهم أحفل يمسهم وذل خشوم توعدهم. غثني غثني زماني أو نوأت اليوم تاعدهم، بس الهضيمة فلا يسوون صحباني. ويقولوا بكيل الرذيلة أهن الغير هم ما أكلوا، ثابت وزنهم ثقيل سنينهم ما أكلوا. الله حيهم الله حيهم تظل برباعهم ما أكلوا، يغزيهم العوز يبقى الهيل أنفسهم. الله الله الله. أو لو مرهم الجوع وزمان الشوم أنفسهم، قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. أكلوا يا الله. وحي الله الجميع. أعد 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 هذا المقطوع الأخيرة مالت الله حيهم والوراها. هذا تضمين بيت الكبير عبد الرزاق عبد الواحد. نعم المرحوم. نعم عليه رحمة الله. يقول بكيل الرذيلة أهن الغير هم ما أكلوا. ما أكلوا. ثابت وزنهم ثقيل سنينهم ما أكلوا. ما أكلوا. الله حيهم تظل برباعهم ما كلوا، يغزيهم الجوع يبقى الهيل أنفسهم. الله الله. ولو مرهم العوز وزمان الشوم أنفسهم. أنفسهم. قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. ما أكلوا. يا أحسنت. أحسن الله إليك. أحسنت أحسنت أحسنت. صح الله إحسانك. نعم. رائع رائع رائع. يا سلام يا سلام يا سلام. تسلم الله والله. الجميع. بارك الله تسلم بي. وتعيش. فماذا تقول يا ابن حديد العبيدي شاعرنا العزيز ميثم الله حيه؟ ما عليك زود بارك الله بيك. أقول بالبداية للوطن إن شاء الله. يا سلام. لو حق علينا الوطن. بلى والله. بعد بينا أمل يرجع وطننا بخير. يا سلام. بعد بينا أمل يرجع وطننا بخير، ويرد فلاحنا يشغل مساحية. مساحية. أو ترد الفزع ذيك ولمة الشبان، ويرد الريف يذهب كل معانيه. أو يرد بستاننا يلامس أطراف الغيم، أو تطر السمر نخلات السماوية. أو يرد بستاننا يلامس أطراف الغيم، أو تطر السمر نخلات السماوية. أو ما ندفن زلم ندفن بذر بالقاع، ومو خضرة ترد القاع وردية. يا سلام. وما نعزف حزن نعزف طرب وافراح. الله الله. او يصير الناي مطبق بيد راعية. الله. او يصير الناي مطبق بيد راعية، ونرد بعيد وحدة نرجع المبيوق. او من تطلع شمس نلزم حرامية. الله الله. ليجونا من الجنوب ونشيلهم على الراس. عفوا. نعم. نعمة حالك. ليجونا من الجنوب ونشيلهم على الراس، أو نرحب بيهم بهوسة وأبو ذية. الله الله. جسم واحد نفسكم من نفسنا. الله. وإذا عدكم عزا نأجل عرسنا. الله الله. نبض واحد منه اللي يقدر يجسنا، وشعلاني يظل جدنا الواحد. الله الله. والليالي الليالي بس علينا تراب، يهلين ودموع الفرحة ماضن يوم. يهلين مرحب باللي فاني ضيف. يهلين صدر البيت لك والعتبلية. الله الله الله. صدر البيت لك والعتبلية. وإلى كل من سأل عن أهلي من وين، لا تحتار هاك أخذ النتيجة. المعوز ملح أو كحلة للعين، بس يفوت من نص الحويجة. الله الله. وهلي كيفون هلي كيفون، لو خاطر جمرهم عسل وبريج خلق الله. جمرهم على الشالة وظل طافي، جمرهم هلي ودانوق بجفاهم بكى. هلي ودانوق بجفاهم بكى. وهلي تاج الكرامة منسب لهم، هلي تاج الكرامة منسب لهم، هل الصانة وعرضهم منسب لهم.
هل تاكل العالم من سبلهم عبيد وما يسدون بوجه باب؟ حويجه حويجه وما يسدون بوجه باب. عشت الله انسانك. بارك الله فيك. تسلم. بارك الله فيك. تسلم وتعيش. حتى ارجع لك يا حمد. أيوة. لكم تحيه وسلام من صديقكم ايضا صديق البرنامج الدائم صبار البجاري. الف هلا صبار البجاري. أيوة. والله حملني. ها ما شاء الله. تحياتنا لكل اصدقاء الشعراء. ما شاء الله ما شاء الله. يقول تحياتي للضيوف الاعزاء وللشعراء ولاصدقاء البرنامج ومتابعينه من زاخه وللفاو. من زاخو للفاو. يهديكم هذا البيت مال الأبوذية بقرار لكم فقط. قلب شملكم عراقيين. يا محلى شملكم. شترككم شزاعلكم شملكم. إذا أنت النفس والروح بيه. إذا أنت النفس والروح بيه. ولكم تحية وسلام من أهلكم أبو غريب. لكم تحية وسلام من أهلكم أبو غريب. أي والله من صديق البرنامج الدائم حقيقة اللي يتابعنا ويدزلكم بالتحايا والسلام. شاكر المعاضيدي. شاكر المعاضيدي يدزلكم هذا البيت مال العتابة. بالك لا تبدل الزين برده. برده. أبالك لا تبدل الزين برده وقلبي ما يهود الشتة. برده. وبرده. اكتبوا للرسول الشعر برده. ومنهم من طعن شخصه بالقفة. ومنهم من طعن شخصه بالقفة. تحيات وسلام. شاكر المعاضيدي لكم. وأرجع لك يا حمد. وش الله. عندك من جديد وقصيد؟ حياك الله. يقول عفنا الطفولة وحفزنا من الامهاء دكبار. كبار. الله الله. عفنا الطفولة وحفزنا من الامهاء دكبار. رغم المواجع ضحكنا ويشمات كبار. كبار. عشنا بمعزة ولا قلنا الحمول كبار. ويدرون بينا بعدنا ويا المشيء بصغار. وما نرجع اهل اللؤم لو نسكن بنصغار. عافية. هي المغثة. إيه؟ هي المغثة انشفت ولد الجواد صغار ويد الاراذل تجرهم والخشوم كبار. الله اكبر. ويد الاراذل تجرهم والخشوم كبار. يا سلام. طبعا جاني بيت زهيري من اخوي الشاعر على السلامة. والنعم. تحياتنا له. والنعم من سلامة وعلى السلامة. الله أبو حسين. أيوة والله. وكل الساحل الأيسر. وكل أهلنا بالساحل الأيسر. أيوة والسفينة. يا سلام. أي والله. يلا حيهم. يقول غلطان لما طلبت الغان ما منكسر. ما انكسر. ولليوم كاسي مع كاس الردي ما انكسر. حلو. غلطان لما طلبت الغان ما منكسر. منكسر. ولليوم كاسي مع كاس الردي ما انكسر. أنطيتك أسرار لكن ما شفت منكسر. ظنيتكم بالعسر لو ضاق وقت ازداد. يا سلام. وما أدري بوب المودة مسددات ازداد. يقول اعلم إذا يوم شفت دموع عين سدود. كسرتنا الأيام ولا نجيب المنكسر. الله الله. كسرتنا الأيام ولا نجيب المنكسر. يا سلام. فأرد على أبو حسين. فماذا على السلامة. أقول له لا ترتجع فون لو ضلعك صبح منكسر. أيابه. لا ترتجع فون لو ضلعك صبح منكسر. ولا تسبق العين من أو تنعرب منكسر. أيابه بالكسرة. أسرارك إعزاز ما بايح أبد منكسر. صريت بيهن مثل صرت الهدم منتصر. الله الله. ولا تهدم أحلام من تنو بصدق منتصر. يقول عادي عاد اللي محتن ذي اللحظة غدر منتصر. بس الكثير انعشت بين الخلق منكسر. بس الكثير انعشت بين الخلق منكسر. يا سلام. يا سلام. ويقول حسرة خنقتني كثير الساق ما جرح. ما جرح. وثقل همومي كبير النوق. ما جرح. ما جرح. نار بدليلي خسيس القوم موجرها. رغم انه جدمي بطريق الناس ما يخالف. وغير المغثة بوسط هالروح ما يخالف. خلنا نظليم وانسجين مطعون ما يخالف. بس عبر عند النذل لو موت ما جرح. الله أكبر. يا سلام. وحياكم. يا سلام. عشت. ألف. عشت 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 عشت. فماذا تقول يا ابن حديد؟ أقول إلى تلك الشيبة التي اختلط لونها مع لون نيته. إلى الوطن الثاني. إلى والدي العزيز. والنعم. والنعم نبو محمد. كيف حالكم؟ وطبعا أهديها لكل أب مثابر. وأهديها لعمامي أبو حسن وعمي أبو زياد وعمي أبو بلال. أقول أنت القليل بحقك الشعر انقال.
أنت القليل بحقك الشعر انقال، أنت القوافل شوفتك تتحسر. أنت القليل بحقك الشعر انقال، أنت القوافل شوفتك تتحسر. أنت لعيونك ذابلة ذابلة وعفت النوم، خاطر ننام بحلم ما نتعثر. وخاطر تظل جفوفنا بلاي جروح، شفك يا يابا من الطفولة مفطر. أنت الله من تزعل أبد ما يرضى، ومن تمرض احنا نصير يمك مرضى. يا البيتنا يطهر لمن تتوضى، أنت البليس بشوفتك يتبخر. أنت البليس بشوفتك يتبخر، من تمرض وتقرالي آية عافة، خشنا يدك ولمستك هالشفافة. من تمرض وتقرالي آية عافة، خشنا يدك ولمستك هالشفافة. كل من ينام الفجر وسط الحافة، وانت سريت على الخبز مثل الحر. يا ونسة يا تعليلة يا ضو فانوس، يا بهجة القاع الصبح من تخضر. يا ضحكة حلوة يا ضحكة حلوة وشوفتك تشفى الروح. يا عطر يفتح كل نفس يا عنبر، يا ابو العقال العقال الما يميل على الشين. يا ابو العقال الما يميل على الشين، يا تارس عيون الغوانم واكثر. ما مستغل واحد وقع يمك يوم، ما مستغل واحد وقع يمك يوم. حاسب حساب الدنيا لما تفتر، انت الدفو والحضن يمك نرتاح، انت النزوح بخيمتك يتدثر. انت الدفو والحضن يمك نرتاح، انت النزوح بخيمتك يتدثر. انت العلاقه اللي بينك وبين الطيب مثل العلاقه اللي بين عبله وعنتر. انت العلاقه اللي بينك وبين الطيب مثل العلاقه اللي بين عبله وعنتر، حتى المرض ما جاك حتى ياذيك، ثق من حالاتك صار بيك السكر. انت المرض ما جاك حتى ياذيك، ثق من حالاتك صار بيك السكر. شعرك ونيتك والوجه والغترة بيض ونتيه بينهن كل فترة. شعرك ونيتك والقلب والغترة بيض ونتيه بينهن كل فترة. أتشرف العينك شعر من نقرة، يا الماي وصفك لا عمودي ولا حر. بس لأن من تجبل نحب ندبج حال، وزن القصيدة من الكتب على الميمر. وزن القصيدة من الكتب على الميمر، ووقت الضم لنوايب بدو ناب سموما نسمى لشهقها. بدو ناب وقت الضم لنوايب بدو ناب سموما نسمى لشهقها. بدو ناب يا بشلونك اش حالك، أصيح وما تجي شمالك. ليفارق هيبة عقالك يظل ما عنده كل هيبة، صقر فاقد مخاليبه تغثني بوجهك الشيبه. صقر فاقد مخاليبه تغثني بوجهك الشيبه. اش حالي وعايش بغربه، بدون اب انام وذكرياتي تحود بي، انام وذكرياتي تحود بي. وسلامتكم. لله يدرك، بارك الله بيك، تسلم. وبيك بارك الله. تحيه للوالد وللعمام والقرايب. الله فاصل يا حمد، الله فاصل، الحلقه ثجيله. السيد المخرج ريثما يتجهز الفاصل. اكو فاصل؟ بالله عليك شلون ماكو؟ لا ربابه احمد عزيز بدي اشوف انه تمام. ريثما يتجهز الفاصل. تدري المخرج كان اليوم يعني خاشع بمحراب الحلقه ما شاء الله. للشيخ حقيقه مثنى، هلك زويد، هلك الهيب عيار العرجه. أرسل هذا البيت خميس الرجب أبو أشرف، يقول ملاح البيض ما جابن مثنة. ملاح البيض ما جابن مثنة، جبل شامخ للكلف مثنة. تريد أمثال أخذ رائد مثنة، خلفت زويد والشي معربية. خلفت زويد والشي معربية. ويقول صباح الخير صبح معطر بهيل، المثنة زويد بدري يضوي بالليل، ومعاه أصحاب ذرة وطيبة قلوب، وخصب الشار قطب ونجمة سهيل، ويحلو لسان مرة نجيت سفيان، ذهب صافي نفيس وماله مثيل. أو كما قالوا، تحية وألف للشيخ الرائد مثنى زويد حقيقة. وإذا ذكروا زويد فيعني حقيقة يذكرون معاهم العميري، الناس الأعلام هناك بالحورية والشرقاط،
وشكرا، وأسأل الله عز وجل يحفظ الجميع إن شاء الله. تحية وألف الرائد مثنى ومن معه من رجال المرور هناك مقدم بشار. تمام، جاهز الفاصل؟ أي حتى نأخذ أحمد عزيز شوية نروح ونشرب لنا سكان الشاي. أحبة المشاهدين والمتابعين، هذا الفاصل وبعده راجعي لكم لتكملة فقرات برنامج خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحياكم الله. ألو، أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حياكم الله. تحية وألف الجمعة جبوري أبو محمد لأهل سدير، أهلنا الرملي، أهلنا العكلي، أهلنا البغزات، أهلنا المحبين في كل أصقاع المعمورة حقيقة في مشارق الأرض ومغاربها، وإن شاء الله ملتقانا جريب يا أبو محمد بإذن الله تعالى. حتى نرجع عندكم محاورة. أي نعم. بلغني بأن عندكم محاورة، وحقيقة احنا اليوم مستانسين بهذا الشعر الجميل والقصيد، لكن فقط على السريع الكم تحية وسلام من جدة مازن، واسألني منها جدة مازن. من جدة مازن؟ أم السيد النائب أحمد عبد الله عبد أبو مازن، يشهد الله خابرتنا البارحة وقالت منه ضيوفك؟ قلت لها حمد السبعاوي وميثم العبيدة، قالت راح أتابع وفتزكم. تحية وسلامي والله سلام جدة مازن أم حج محمد وأم أحمد عبد الله عبد، إيه بالله تابع وسلم عليكم. تحياتنا لهم كلهم. والكم تحية وسلام، الكم تحية وسلام طبعا باسم النازحين إلى الأستاذ محمد أحمد السعدون مدير لجنة شؤون النازحين. وعليكم السلام مدير. نعم. محمد أحمد سعدون مدير نعم. لجنة شؤون النازحين في كركوك. والست مليحة محمد نجم مديرة مدرسة الهديل للبنات في كركوك، من النازحين يدزولهم تحية وسلام، ولابن عنقود أيضا صاحب الاستوديو على العسافي، على صاحب استوديو على العسافي، يقول هم لي تحية تحية وسلام. تحياتي تصاوير بلاش غير الاستفتاح. نعم. بلاش مو كذا يا الله مصور. وابو واثق، واثق وابو واثق، اهلكم خفاجة بن عامر يتابعونكم بالحويجة وفي العراق جميعا، لكم تحية وسلام. اي والله صباح العبيد بضلوعية، وشيخ ابو مؤيد بالعبيد بيثرب، اي والله، وشيخ ترك الجبوري صديق البرنامج الدائم ورئيس رابطة شعراء الشرقاط ايضا، تحية وسلام. وأحسب أنه يعني نراجع إن شاء الله إذا بقى شيء من المشاركات إن شاء الله، لكن هذا ما وصلني. أبو نهر الحدي، أهلكم الحدي سدير، إي والله الحدي الحدي، إي والله كلهم بلا يعني من أبو مثنى إلى أبو نهر إلى الشيخ أبو فارس إلى لجنة الاستثمار استلمها الجديد، بس إحنا ما نتدخل بالسياسة، لكن للمحبين الحدي قال الحدي تحية له، يعني تحية من أحمد من أبو أحمد، أبو أحمد تحية خاصة هذه، هذول الحدي هذول تحية خاصة السيد الملازم أحمد المحمود أبو النزال السيد الملازم والعشرة نعم، إي والله تحية وسلام طبعا من ليث العلم ومنكم الى المعازيب ونعم المعازيب، لاهل سوريا عشيرة شعيطات، والى اهلنا سديره والعم محمود النزال وابو احمد، وللاصدقاء عبود الاحمد وسالم الحميد وظاهر الحمد، اذا ماني متوهم يا ليث انت ورا الكاميرات بل كنك تسمعنا. أبو أحمد قال اوجه تحيه للاستاذ فراس الحدي والعشرة نعم ابو المواقف، ابو الزواج المره الثالثه ما شاء الله. فحول اهلنا الحدي فحول ما شاء الله، ابو احمد والعشرة نعم اتصل بي قبل قليل واركن دحام ابو رحاب ايضا والمحبين وبنادية وكل القرايب، اي والله. اذا المحاورة وش قصتها احنا حتى طبعا الجمهور حتما المعرف عند العرب لا يعرف، ولكن الضيوف من قضاء الحويجة من اهلنا كركوك شتى الورد واللي فيها دائما الجمال والابداع واللمسات الذهبية الجميلة لأنامل وألسنة وأقلام الشعراء والكتاب والمحبين، تحية وألف العراقنا الحبيب حقيقة، والمغتربين خارج العراق الحبيب، وراح نرجع لكم. وش قصة المحاورة لعله يقول لنا سبق صحفي في قصتها؟ أي نعم المحاورة طبعا دزيت بيت لأخوي الشاعر حمد السبعاوي. مش قد علاقتكم بالتعارف؟ علاقة مدرسة، علاقة جيرة، لا لا عبيدي وهو سبعاوي، لا لا علاقتنا احنا ولد الحويجة، ولد الحويجة ما شاء الله، ما شاء الله صحيح تراب الحويجة يرحمك حل العين، ما شاء الله. ترصنت العلاقة بفترة النزوح تقريبا، هي هذه الفترة كانت فترة تآلف جيد. اي فدزيت له البيت، طبعا البيت كنت امدح به بنت الريف بجمالها، وب هم تحياتنا لكل بنات الريف وبنات المدينة، ما أدري عبالي يسكت أو شو قام يرد علي، وأنا خمو عاد اسكت وصارت المحاورة. حلو. فدزيت له البيت. إيه شو يقول؟ البيت يقول أنت لتحبها أشو مثل الهدم ترميك. ترميك. أنت لتحبها أشو مثل الهدم ترميك، وأقسام سحبت عليك بجورها ترميك. يا
وجه اصطناعي طلع عجيب تارة صبغ ترميك ترميك وظليت مغرب عشق زيف ودليلك شهل وجه اللي شابه قمر بس قل لي يمك شهل اي والله بالريف لو صادفت إيه؟ ام العيون الشهل إيه؟ بنظره واحده اذا بس دحقت ترميك يا متزعل على بنت المدينه بتجري لو صادفت ام العيون الشهل إيه؟ بنظره واحده اذا بس دحقت ترميك والله انا اشهد والله فاني مدافع عن بنت المدينه شو تقول فاقول خدك حلاوه وعرفك بالعشق من تمر من تمر خدك حلاوه إيه؟ وعرفك بالعشق من تمر مدر الشفايف عسل مدري اول من تمر اثنين هن مو خبر حبك على ضلوع الصدر من تمر تحكم وتنهي على روحي خصب وقبلت الحضريه لو حبتك اعلم الدنيا قبلت بنت المدينه اذا مرت يا اخي وقبلت عقلك توقفوا يا ميثم بالعطر من تمر شو دعوه اي والله عقلك توقفوا يا ميثم بالعطر من تمر جروحك غميجه ايه جروحك غميجه يا اخوي وشعري داملها داملها عالجها جروحك غميجة يا أخوي أو شعري داملها بس بقت تنزف طلع عظمات دملها روحك وحيدة شعجب ماكو حد داملها أو كل ما تحب لك بشر يبدر معاك قصور وحتى صلاتك ركض كلها جمع وقصور بنت المدينة تفيك ألا مال بلا والله قصور الريفية الريفية ترضى بعرس لو تبني داملها الريفية ترضى بعرس لو تبني داملها أشهد والله أنا قلت له القلب علها ليودها اليوم وانزفها وانزفها واجرح بروحي وطلع الآخ وانزفها وانزفها النفس تودني هذاك اليوم وانزيفها باين وقلبي بعدها سنين حساسة وعقلي عقبها اشتغل بالروح حساسة يا ميثم بنت المدينة رقيقة وحيل حساسة في فندق فخامة 10 نجمات وانزفها يا وانت طاقة من الحكي أيام ايه دروبك دروبك حمد ايه دروبك يا أخوي شق الأيام زفتها ايه دروبك يا أخوي شق الأيام زفتها تخدع بروحك مظاهر ترف زافتها بنت المدينة سمعت إيه؟ بشارة زفتها راح تورط أظنك حمد ونجومك كلها ضباب وتصير محنط نجومك يا سلام الريفية تسوى الفنادق كلها إيه؟ ونجومك من أطراف كركوك إلى الوسم زفتها الله من أطراف كركوك إلى الدبس زفتها طبعا الدبس والوسم هالي تحياتي يقول قلبي عليها يذوب سنين بالحنة ويديها تحلى يا غائل الروح بل حنا بلا والله حنا نعز البنت يا اخوي إيه؟ بل حنا ناخذ الحلوه بقرار وتاج جمهوري بمشيتها جت الحكومه وياي جمهوري بخطبه بنيت المدينه وياي جمهوري 2001 يصفق ليله الحنه 2001 يصفق ليله الحنه انت ماخذ بنت مدينه ولا ماخذ بنت ريف انا ماخذ بنت ريف اي نعم وتحياتنا لها وتريد بنت المدينه اي نعم ما شاء الله ما شاء الله فماذا تقول يا ابن حديد اقول له سوالف قصيدي سوالف قصيدي ذهب للناس در جتهم جتهم سوالف قصيدي ذهب للناس درجتهم 100 بعشقنا خذوا من 100 درجتهم يا سلام اسأل الحبة وبنات الريف إيه؟ دار جتهم من عندها لهن هدية كرام والحنة بلا والله بشفهن وصار الزفاف اطربنا والحنة والحنة كاشخ بصفقة اصحابك ليلة الحنة إيه؟ كاشخ بصفقة اصحابك ليلة الحنة ربع ليتيه يشوف تراب درجتهم الله ربع ليتيه يشوف تراب درجتهم دبشة عامرة صدقت والله ولا هذا ما تدخل مثل علي رديت له ايه قلت خلنا نخصمها اها اي قلت له هلال فرحي هذا زنجيل هذا الى يوم القيامه قلت له هلال فرحي بجفاك سنين هالمره وايام بعدك شتل وجفاك هالمره هلال فرحي بجفاك سنين هالمره وايام بعدك شتل وجفاك هالمره تعيرني مريت ما تراد هالمره عجيب صارت لي بلوه وهذاك الخان ابليله وليلة تركتني وعرف الصوت بليلة ما دام هيك الحكي
اجمعهن بليله، اخطب بنيه مدينه وريف هالمره. الله الله، اخطب بنيه مدينه وريف هالمره. شو تسوي له؟ حلو المشكله. رائع اي والله. تجمع تنازل هو بالاخير ما شاء الله. وكل عندك رفض. ما رديت له؟ الى شو تقول له انت؟ مني وافقك غير هو هسه صف وياك. يا سلام، صح الله لسانكم. صح الله لسانكم، صح الله لسانكم، صح الله لسانكم. حتى نرجع لكم مره اخرى. اي نعم. فقط اريد اسولف لكم سالفه يا جماعه الخير. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد. الحقيقه جمهورنا العزيز وضيوفنا الاعزاء ومن يتابع من يعني رسائل لا تعد ولا تحصى حقيقه ممن أحسن إليهم هذا الرجل. هذا الشخصية اللي راح أتكلم عنها من الشخصيات الوطنية العربية بغض النظر عن السكنة، يعني من أي دولة أو من أي مكان، لكنه شخصية وطنية يحب بلاده ويحب أهله ويحب الناس، كل الناس أبدا لن يفرق بين أبيض وأسود وبين زيد وعبيد إطلاقا، لما له من كرم شائع يعني قد يتعدى حاتم طي. فيما وصلني من الرسائل وفيما وصلني من الأخبار وفيما وصلني من الشهادات اللي الناس حقيقة تشهد له، فطلب مني أحد الإخوة أن 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 يذهب يعني لمقابلته ويرسل له هذه الرسالة والقصايد من باب رد الجميل لعطاياه ولهداياه ولمواقفه. القصيدة كما يقولون أهلنا شمر يقول هي تعرف عن نفسها، مو هكذا؟ نعم. يعني الأبيات موجودة بالقصيدة، لكن أنا أحييه من هذا المنبر، ولنا الشرف أنه إحنا وثقنا لبرنامج خيمة وقصيد من 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 شعراء يعني كثيرين لا عد لهم ولا حصر لمآثر ومناقب هذا الرجل وهذه الشخصية العربية اللي حقيقة نعتز ونفتخر بها، وأحسن الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، قد عاش قوم وما ماتت مكارمه، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات، لكن الشاهد تقضى على يده في الناس حاجاته. فأقول وهذا القصيدة هي تعرف عن نفسها، قالوا علامك فعلا من كثر الرسالة يا جماعة الخير، والله قالوا علامك شارد الفكر مشغول، قلت الرسائل يا الربع ما لها عد، قالوا على من تنكتب قال ويقول، قلت بمدح شيخ، قلت بمدح شيخ مع عم وجد، قالوا أكيد الشيخ بالموز ميصول، قلت وجبل سنجار مني تنهد، مثل البرق والضاح ما فيه مجهول، ومثل السحاب بغير ريحي تمدد، الناس كل الناس تشهد لبعدول وتشهد بأنه بسخه ما له حد، فرحان بالنايف زعامات وفحول، ونعم ابو نايف على العطايا تعود، فرحان بالنايف زعامات وفحول، ونعم ابو نايف على العطايا تعود، بالراي صايب بالمواقف والفعول، وبالقول ثابت باصر دوم سدد، هو منسر رجل كريم له يطول، شرح المكارم والوفا لو تعدد، والله نسأل نبتغي يوم تزول، رجل العبد عند الصراط تردد، يحفظ بلاد المملكة ظلها ظلول، ويا العراق أهل العرب تركن وكرد، وصلاة ربي عد الأمزان وسيول، للهاشم المولود بحجاز ونجد، أحمد رسول الله ما حنت فصول، خاب الذي عن سنة حاز أو صد، خاب الذي عن عترة حاز أو صد. وصلوا على الحبيب محمد. إيه والله تحية وألف لمن يستحق هذه الأبيات حقيقة، الشيخ فرحان النايف أبو نايف الفيصل الجربة، وكل الناس اللي لهم مواقف مع أهلهم وأقربائهم. وش تقول يا حمد؟ أنا مصيب لو مخطي؟ لا لا مصيب إن شاء الله. إن شاء الله عجل نبدي بهن السبعويين. إيه نعم، لأنه أبو المقتدى حتما الآن نعم ينتظر التحية والسلام حتى نأخذ منك مشاركة وروحتكم الميمونة على هلكم بلاد ما وراء البغداد. إيه والله. النجف وكربلة واللقاء بالمراجع العظام والكبار. أيوة. مع الشيخ خضر العباوي والشيخ. أيوة. خالد البركات المهيري، وأحسب أن معكم علي بن مجذاب. إيه نعم، علي بن مجذاب أهلك الطرق العكلي وأيسر الصالح الدليمي وأيسر الصالح الدليمي وعدد كبير جدا من المحبين، وكنت أنت يعني تزمجر كما تزمجر الأسود هناك بالقصيد والمدح، لو أنا متوهم. ما عليك زود. أي نعم. إذن حدثنا عن تحاياك وإهداءاتك حتى أن نرجع على قصايدكم، وخاف الوقت يداهمنا، بقى يمكن 5 أو 7 دقائق يا جماعة الخير. أي والله حتى نوفى التحايا.
وبعدين ما زاد ناخذ قصايد. هسه نبدي التحايا؟ اي 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 حتى نوفيهم. طبعا تحياتنا لابو مقتدى والعشرة نعم. وتحياتنا لابو اليمامه منهال والنعم. وتحياتنا لحسام الخليل طبعا زعلان علينا وان شاء الله ما بيزعل. اذا ذكر حسام الخليل فيذكر معه حسام السبعاوي ايضا. اي نعم تحياتنا نعم لابو رقيه. لابو رقيه الشاعر المتالق اي والله. وتحياتنا لطارق المنيف والنعم. وطبعا يعني تحياتنا للمعازيبنا لنا خوي تغدينا سوى ملازم مدري نقيب هالساعة مدري مقدم السبعاوي اذا ما نتوهم هم نطلب غدا انا وياك تغدينا عند ابو اليمامه مو سبعاوي. اي نعم اي شو اسمه؟ اي نعم اي ابو رامي والعشرة نعم. اي نعم. ايه والله والعشرة نعم. اي نعم ابو رامي تحياتنا لابو رامي وتحياتنا لنزار العطيه وتحياتنا لابو معمر في قريه النميصه وتحياتنا لابو قيس في قريه النميصه حاضر وشلون اهلنا والله وتحياتنا الاستاذ فارس والكل اهلنا في قريه النميصه وتحياتنا القريه الزراريه واهلنا وعمامنا وتحياتنا لقريه شريعه ايضا مساهر المنصور تحياتنا له طبعا اعلامي وواعد ومصور رائع ما شاء الله ونشط اي نعم وتحياتنا لاخوتنا حاضرين المعازيب مصطفى الرملي ليث علي نعم اي والله عماد العبيدي ما شاء سايقنا الله اي نعم اي والله وهلك الحدي يا ابو احمد اي نعم وتحياتنا بانتظاركم من ثلاث ايام كان معازيبنا احمد المحمود الحدي ملازم احمد المعازيب اي والله ولابو احمد ومحمد والكل خواننا الحدي والعبد الستار الرملي والنعم وانت شرف الجميع والنعم وتحياتنا والنعم للاستاذ مزهر مزهر الجار الحسن السعيد اي والنعم اي عزاب اي والنعم والشاعر ايضا رائد الجار والنعم واذا أيوة ذكر رائد الجار فحسن الجار ايضا اذا ذكر ابو فلاح والعشرة أي نعم اي أيوة والله امير الشعراء ولا انسى تحياتنا طبعا الخوال الصحن وللشيخ على رجب الصحن والنعم والنعم ها ها ها, ها أيوة العكلي يدزولك تحيه وسلام القاضي وبالشبل يقول السبعاوي خوالي اكلاوي اي والله خواله او خوال ولده اي بالله ابو الشبل ابو الشبل ابو الشبل ابو غازي ابو غازي ابو غازي شيخ شبل اي والله هلك العكلي وتحياتنا للجميع للجميع حتى نرجع على استاذ ميثم ايضا ندس تحياه وسلام حتى ندخل ما تبقى من الوقت بالقصايد تحياتنا طبعا لعمامي كلهم الرشيد الوسمي وتحياتي لاهالي قريه الدبس اهل قريتي وقرية الوسمي وتحياتي أيضا معازيبنا بربيل ما قصروا ويانا وبفونا شلونها أربيل؟ أربيل هولير تجنن هولير مو يقول الله حسام الله يا سلام أي تحياتنا للشاعر ليث العلي طبعا معزبنا ومعزبنا الآخر الشاعر مصطفى الرملي ومعازيبنا الولد ذكرهم حمد الحدي وعبود وتحياتنا لرفيقنا وبن عمي اللح عماد العبيدي وتحياتي لصديقي القريب اللي قضينا ايام الجامع والاقسام الداخليه الشاعر ابراهيم الطعماوي الحاضر الغائب وتحياتنا لجمهورنا بالفيسبوك وعلى الانستغرام واليوم شاركوا منشوراتنا كلهم ابراهيم الطعماوي نسيبه كوكب الزاباتي ايضا ابلاء حسن هناك في امير الشعراء كنا نتمنى انه يستمر وتكلل الحقيقه يعني ظفروا بالنجاح لكن سياسات البرامج والتقديم والتاخير لكن سوف يرجع اليه مره اخرى ولن يعود الا ومعه بيرق النصر ان شاء الله ورايه امير الشعراء تحياتنا للشاعر ابراهيم الحمزه في القياره اي والله تحياتنا لاهالينا كلهم وعوائلنا اكيد هسه جاي يشاهدونا والله والله وكل اللي تابعنا واللي يتمنى ان نذكره ما ذكرناه بسبب انه يعني سهوا والا حتما يقول ابد ما غاب ذكراهم عن البال مو هكذا يا المخرج وش بقى من الوقت يا المخرج ما شاء الله خمس دقائق المخرج يقول تتقاسمونها بينكما فخمس دقائق كل واحد له دقيقتين ونص يختم لنا بقصيده بمشاركه بشيء تختمونه يا جماعه الخير نبدي معاك يا حمد خمس دقائق دقيقتين ونص دقيقتين ونص إيه لا تاكل مالاتي تمام تمام للوطن يا سلام تعيش الكل جندي عراقي ومقاتل اي والله الكل الاجهزه الامنيه يقول انا الجندي العراقي الغير تصليه تصليه انا الجندي العراقي الغير تصليه من اجل ناسي اموت واحيا يوميه يوميه الله وراسي على اللي يعيلي فور ما ينجاس بحيث ازعل واسوي الخوذة جمرية جمرية يا سلام وراسي على اللي يعيلي فور ما ينجاس بحيث ازعل واسوي الخوذة جمرية جمرية بحيث ازعل واسوي الخوذة جمرية يقول خلفتنا يقول العدو بحضن المودة خلفتنا وجتث نصنا المعارك خلفتنا احبلت بينا المواضع
خلفتنا وتقمطنا بحزام البندقية. وتقمطنا بحزام البندقية وسلام. عشت 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 صح الله لسانك. صح الله لسانك. تسلم. فماذا تقول؟ طبعا أنا الحديد. عندي قصيدة هم مهمة. ومضة هي مو قصيدة. بس نعم. عبالهم أنا نسيتهم طبعا. خوالي. خوالك من عمامك؟ أي خوالي من عمامي. نعم. الخلف الحديد. نعم. قعدت نعم. عندهم نعم. وقت النزوح. ثلاث سنوات وكانوا خير أهل وتحياتي لمنطقة عمل شعبي أيضا سكنت بيها بذيش الفترة فترة النزوح العصيبة ما شاء الله. فتحياتي لخال إبراهيم وخال علي ولأبو شيرين ولأبو هاجر ولكل من يشاهدنا من الزينين. فهذا القصيدة إهداء لخالي العزيز أبو سيف. يستاهل أبو سيف بارك الله بيك. أقول أذكر فضل كل من وقف لي بيوم. أذكر فضل كل من وقف لي بيوم. الوقف له لبضيج هم يجاهد. يجاهد. أذكر فضل كل من وقف لي بيوم. الوقف له لبضيج هم يجاهد. وممنون ذكرك. ممنون ذكرك يا أبو الملقى الحار. أو لا ما أذكرك شان ملقى بارد. ممنون ذكرك يا أبو الملقى الحار. أو لا ما أذكرك شان ملقى بارد. هي المواقف هم تريد الهرجال. هي المواقف هم تريد الهرجال. لا ما تريد البلكرم متقاعد. وثاري أمثال العرب. ثاري أمثال العرب بيهن مقياس. ولو ما شك الخال يرهم والد. ولو ما شك الخال يرهم والد. وذا بقى وقت نكمل زهيرياتي. اختم اي بزهيري. للوجداني تحياتنا طبعا لشاعر مثنى الحميد. طلب هذا البيت من البيجي واصدقائنا. تحياتنا الشعراء البيجي وتحياتنا طبعا المنتدى الاسدير الثقافي اصدقائنا الشعراء. بهن العبيد بالبغدادي حقيقه في حديث الشيخ مال الله العبيدي وشيخ شعيب العبيدي وشيخ عبد الحميد. اي والله اهل المواقف اللي حقيقه ما حتى لا انسى الشيخ العم الشيخ صباح العبيدي من ضلوعيه. والنعم. فاقول مجبور مجبور قلب الصور تالوب. تاهل بدمعي عليك وقشر ظليت تاهل لب. تاهل لب. مجبوره قلب الصور تالوب. تاهل بدمعي عليك و مجبوره قلب الصور تالوب. تاهل بدمعي عليك وقشر ظليت تاهل لب. تاهل لب. عقبك يا ولد جدم والله تاه الا بايدك تجرني ومشيت تصير على الميلي. يوم جفن ماهل دمع يرتاح على الميلي. بيوم قطعان المهر عوديا علميلي. تاواري روحي وشق الزيج تاهلب. تاواري روحي وشق الزيج تاهلب. وامشي وحيد وسناها شموس لسعني. امشي وحيد وسناها شموس لسعني. وقلبي صغير ويون بالعشق لسعني. اي من جفيت وزغر هالكون. لا سعني لا شال هم الوقت ذبني بغثة هيك ذب. ومثل الثلج بالشمس جسم صهر هيك ذاب. كلمه نسيت المشو. كلمه نسيت المشو لما قلت هي كذب. لسه انا احبكم يا بعد الروح. لسه انا لسه انا احبكم يا بعد الروح. لسه انا او سلامتكم. عشتوا عشتوا عيش عزيز. صح الله لسانكم. صح الله لسانكم. ان هذه الساعه التي لم يكن فيها من العيب سوى انها مرت كلمح البصري. لا يسعني في نهايتها الا ان اشكر الضيفين العزيزين الذين تجشم معنا السفر حقيقة من شتى الورد كركوك إلى أهلهم هنا في أربيل. المحبة والسلام الشاعر المتألق الكبير حمد السبعاوي. الكل أهلنا السبعاوي نحملك تحية وسلام. بارك الله وكل أهل الحويجة. أي والله بلا عد ولا حصري. وشاعرنا المتألق ميثم حديد العبيدي. صح الله لسانك. صح الله بدنك. بارك الله بيك وتحياتنا لك. كلنا العبيد والله. على راسي والله. تحياتنا والله. لك ابو فرقان ما قصرت. لنا خو عبيدي ايضا معزبنا هناك كلما اتينا الى الحويجة والرياض. ابو شاكر. ابو شاكر أيه. محمود العبيدي. اي والله ابو شاكر. ابو شاكر. نعم والنعم منه. مو بالله. اي ابو شمعازيبنا العبيد. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. الشكر موصول إلى حقيقة الضيوف الذين هم خلف الكاميرات. ليث العلم وعماد العبيدي ومصطفى الرملي. الشكر موصول إلى المصور المتألق الكبير علي الغالب ومروان الغالب. وعاونوني. إيه والله
يوسف يوسف الله حي يوسف الله حي يوسف اي والله وعمر رافع وفهد الجرجري وعبد الرحمن خازن اليوتيوب وكل المحبين حقيقة موسى الفراجي والإدارة التنفيذية متمثلة بالأستاذ فيصل آل لطوف. هذه تحية المخرج لكم حسام بوفاعور، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى ومجلس آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممنون يا حمد، عشت عشت العبيدي.